ايه حفل بعشام تحقيق المناوي محفل طاب الحفر من ضحيل مرحبا باللي حضر والليل ضاوي من قريب ومن بعيد معتني لك عند بوضع الشمل الطال الشفاوي أحمد أفعاله على غيره مهيلا أبو بسام بدأ وقت النخاوي هيلا عين موقف فارق بين جيلين هيلا عين موقف فارق بين جيلين يا عتيم الليل لا عزعز تداوي فيك انا بكافد مع الابداع ليله في حاجه المجبور موكر النداوي مركب عنق ربابين المخيلة يا عتيم الليل لا عزعز تداوي فيك انا بكافد مع الابداع ليله في حاجه المجبور موكر النداوي مركب عنق ربابين المخيلة خيالي شاحن مضوي خلاوي مركز ابحاث الشعر مصدر حصيله مشاعتني شهرت وسنا براوي لشعاني شوقي نقض الجديلة عارف حفل كمل عد الرهاوي محفل الأصايل وأهل الفضيلة في حفل بسام تحقيق المناوي محفل طاب الحفر من فوحيلة مرحبا باللي حضر والليل ضاوي من قريب ومن بعيد معتني له الدلالة فوحي في جبر سناوي تطبخ بالراس من قبل الملي من يدين الروضة جمحة الأصيلة والمباخر تشتعل والعود جاوي وصياني فوقها حلم جديلة عند أبو بسام الأبطال الشفاوي أحمد أفعاله على غيره مهيلة أبو بسام بدا وقت النخاوي هلا عم موقفه فارق بين جيلة أبو يمنى واسمها طب البلاوي يروي كبود عطاشة سلسبيلة قبل جم جرب ما هي أكبر البلاوي لا بطش بالخصمية العنسل سبيل لو نووا في طيحة الطاحن تساوي راسيا من طاح في كفه يزيل صلب عود الله سمع صوت العزاوي جاك كل شايش وضرب الفتيلة قبل دور الجم سمع وارد عراوي يوم خلق الله في جو الثميلة شاد حنبته على راس النباوي بيت مشرع لضيفا انتجيله ذهل في كل صوت الجزيرة لي يشيل لرمينا رمينا ما هو سماوي رميت منا على المماكب.